<applause> البعض يقول ما محمد مصطفى بعد عام 2003 اظهر طائفته بشكل علني مو طائفيته طائفته هل هو استقواء بالوضع الحالي ام انفجار نتيجه للكبت السابق لا يعني ايش تقصد اظهر طائفته يعني كلها تعرف انت شيعي لي؟ وشو ليش انكرها يعني مم هو هذا سؤالي يعني هو ليش انكرها يعني هسه يعني ذاك اليوم السيد الحلبوسي مم قال احنا يعني ننتمي الى محافظه سنية المذهب يعني احترام المذهب غير احترام الطائفة احترام التعليمات انتماء ولاء لل يعني محمد وال محمد يعني هذه <applause> هذه يعني مو عيب مو سبه وانا ما اعرف اني صح خطا انا والله انت ما تستطيع ان تقدر انه انا صح لو خطا ولا الاخر اللي بالجانب الثاني هو صح او خطا هو والله هو متنق هذا المذهب هو والله هو الله راح يحاسبك مكاني يوم القيامه لا يحاسبك على مقدار افعالك ويحاسبني على مقدار يعني افعالك تعتقد ما بيها شيء واحد ما بيها شيء واحد يظهر انتمائه لا لا ما بيها شيء وليش يعني ليش انا ليش انكرها يعني بس انا يعني ما عندي ما عندي هذه الطائفيه الكبيره يعني انا عندي اصدقاء بالرمادي اقدسهم عندي اصدقاء بالموصل اقدسهم زين ليش الخشيه البعض يخشى منه يظهر طائفته او قوميته ويتحفظ على الموضوع ويحاول ان يصور هذا الموضوع له علاقه بالوطنيه، اكو علاقه بين واحد يقول انا مثلا شيعي او عراقي او غيرها من الامور؟ ما اعتقد يعني بدل ما يقول انا شيعي خلي يقول انا عراقي. يعني البعض يصور انه ربما تقل قناعات يعني الجانب الاخر المذهب المذاهب الاخرى تقل قناعاتهم فلذلك يحاول يخفيها في حين انت شوف كحديث نبوي كلش رائع يعني انا عندي عندي تجربه بس اسم النجاه في الصدق نعم محمد صلى الله عليه واله وسلم <applause> هذا انت لازم تكون صادق حتى تغير قناعات الاخر بيك كن صادق ويا نفسك على نفسك ما تقدر تكذب يعني هسه الحرامي ها؟ يدافع عن نفسه يقول أنا مو حرامي، بس هو بداخله شنو؟ حرام. يعرف نفسه. غير يعرف نفسه ما يقدر يكذب على نفسه. فأنت تكون صادق ويا نفسك وكون صادق ويا الناس. حتى يحترموك. حتى يجلوك. يحترمون انتمائك، يحترمون اهتمامك بمذهبك، اهتمامك بطائفتك، اهتمامك اهتمامك بعراقيتك، بس أنا اللي أقوله أقوله أنه لازم أقول أولاً أنا مسلم عراقي. مم. ما اقول انا مسلم شيعي. هذا المذهب واحد هذا يعني هذا شيء بس إن... ما عندك تحفظ على موضوع انت شيعي يعني مسلم لا ليش ليش يصير عندي ليش يصير عندي تحفظ يعني مم. بالمقابل الاخر هذا ما عنده تحفظ ان يكون سني نعم ليش؟ هو احنا يعني انولدنا لقينا ابائنا شيعه صح قرينا وعرفنا يعني الانتماء لآل البيت انتماء يعني انتماء رباني مم.